يقول الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة. مع نبي الله يونس ومع أهل نينوي، هذا القوم الذين أرسل إليهم نبي الله يونس، يقول ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن الجبير لما خرج عنهم نبيهم، خلاهم نبيهم، سيدنا يونس غاضب منهم، تركهم ومشى، تركهم ومضى، قذف الله في قلوبهم التوبة. هم يعرفون أن نبيهم على حق، ولكن غلبهم العناد وما إلى ذلك. ماذا فعلوا أحبة رسول الله؟ تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله ورجعوا إلى الله، وفرقوا، اسمع، وفرقوا بين كل بهيمة ووليدها بشيء رضي ربي. الآن هذا قوم غضب ربي رح يرضيه، قوم أغضب الله. انظروا كيف تكون التوبة الصادقة، التوبة الحقيقية، حتى حيواناتهم فرقوا بينها، فرقوا بين البهيمة وولدها، فرقوا يا أحبة رسول الله بين كل الحيوانات وأولادها، عجوا إلى الله، لبسوا المسوح، نحوا اللباس هذا اللين واللباس الطيب، نزعوه باش يرضي ربي، قال: يا ربي أنا نحين اللباس الطيب، ولبسوا المسوح، لبسوا اللباس الخشن الذي يجرح الأجساد. ماذا فعلوا كذلك أحبة رسول الله؟ فرقوا ما بين البنون والبنات والأمهات وجأرت الأنعام والدواب والمواشي. لما كان صدق توبة تعهم، حتى الحيوانات خرجت معهم، حيواناتهم خرجت تشعر إلى الله وتعترف بالذنب بأنها أغضبوا نبيهم، حيواناتهم يا أحبة رسول الله خرجت معهم لما كانت النية الصادقة، كما كان مع حاكم المسلمين الذي حكم المسلمين 40 شهرا كانت عند الله خير من 40 سنة، عمر بن عبد العزيز يا أحبة رسول الله حكم المسلمين 40 شهرا كانت عند الله خير من 40 سنة، حتى الغنم ترعى مع الذئب في مكان واحد ولا يعد هذا على هذا ولا هذا على هذا. راعي الغنم خارج المدينة وولي الأمر هنا، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز في مكان الإمارة في المدينة، والراعي تاع الغنم في الخلال برا يرعى الغنم، الراعي يرعى الغنم، ترعى الغنم مع الذئب والذئب مع الغنم، ولا يعد هذا على هذا ولا هذا على هذا. لماذا؟ رأى الله عز وجل واطلع الله على صدق هذا الرجل، فطوع الله له كل شيء، حتى الحيوانات طوعها بعضها أحبة رسول الله. لما عدا، جاء يوم فعدا الذئب على الشاة، فقال الراعي، هو لا ينزل إلى المدينة ولا يلتقي أمير المؤمنين، وما عنده نقال، وما عنده أنترنت، وما عنده فيسبوك، وما عنده قناة يتفرجها أحبة رسول الله. شوفوا شوفوا صدق، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. قلوب العارفين لها عيون، قلوب أناس نور الله قلوبهم، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. قلوب صفت، لما صفت عرفت الله عز وجل، فاصطفاها الله واختارها أحبة رسول الله. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. عقول وقلوب صفت، فاصطفاها الله عز وجل. لما عدا الذئب على الشاة، قال الراعي، هو في الدوار البرة، قلت ما عنده لا انترنت ولا فيسبوك ولا تويتر ولا 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 مما عندنا اليوم من وسائل الاتصال، فقال الراعي: مات أمير المؤمنين، مات أمير المؤمنين. وبالفعل نزل إلى المدينة فوجد أمير المؤمنين مات أحبة رسول الله. انظروا إلى صدق النيات، خرج أهل نينوي على بكرة أبيهم، لبسوا المسوح وفرقوا بين كل بهيمة وولدها، ثم عجوا إلى الله عز وجل وصرخوا وتضرعوا، وبكى الرجال والنساء والبنون والبنات والأمهات، وجأرت الأنعام والأغنام والدواب بأحبة رسول الله والمواشي، ورغت الإبل وفصلانها، وخارت البقر وأولادها، وثغت الغنم وحملانها، وكانت ساعة عظيمة هائلة، ساعة عظيمة. شوف أمة بأسرها، كبارها وصغارها، نسائها ورجالها وحيواناتها، كلهم خرجوا. ماذا يفعلون؟ يشأرون إلى الله عز وجل.
طالبين توبة من الله عز وجل، بكاء ودموع وجوع وتضرع إلى الله عز وجل، التوبة الصادقة. وكانت ساعة عظيمة هائلة، فكشف الله العذاب عنهم. العذاب جاء يطوف فوق رؤوسهم بعد 3 أيام، رأوا سحبا سوداء تطوف فوق رؤوسهم، إنه العذاب الذي وعدهم به نبيهم، رأوا آتيكم العذاب بعد 3. لما رأى الله صدق نيتهم وصدق توبتهم رفع الله عنهم العذاب. قال الله عز وجل: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كل الأقوام الذين أغضبوا الله وأغضبوا أنبياء الله كان عاقبتهم الخسارة والهلاك إلا قوم يونس. هذه رسالة أحبة رسول الله، أن الله عز وجل يرفع البلاء ويرفع الغبن ويرفع عن أي إنسان ضيق إذا تاب إلى الله توبة صادقة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رب ربهم مثل في القرآن يا محمد: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا، استثنى ربك. كل القرى الذين أغضبوا الله وابتعدوا عن التوحيد ومارسوا الظلم ضد الأنبياء كانت نهايتهم الفساد والهلاك. قوم نوح أين هم يا أحبة الرسول؟ أهلكهم الله عز وجل. قوم عاد أهلكهم الله عز وجل. فرعون وقومه أهلكهم الله عز وجل. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكلا أخذنا بذنبه. رب سبحانه وتعالى لما رأى توبتهم الصادقة رفع العذاب عنهم. قال الله: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين.